لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة المدى ومقال الكاتب ثامر الهيموس حول الموازنة العامة في العراق وما تنطوي عليه من سرقات وفساد، حيث يقول الكاتب: حبس الأنفاس السنوي في الإعداد لتحويل الموازنة إلى ميزانية بات علامة فارقة ومركة مسجلة في جبين الاقتصاد العراقي، لدرجة فهيئة الرقابة اليأس المالية هي القابلة الأم الحريصة الوحيدة، كما نلمس من تشوهات ونتائج في ظل الشراهة والفساد الذي بات عنوانا لا يشرف أي درجة خاصة عملت وأدت دورا وتواطأت بعد عام 2003. ونحن وهم يعلمون أن ثلثي الموازنة ذاهب أوتوماتيكيا إلى التشغيل، فالصراع هنا فقط يدور داخل أرقام وحصص الوزارات تشغيلياً، إذ لدينا وزارات دسمة، حصة للفائز انتخابياً أولاً كاعتبار حاسم لتحديد التخصيص، وهكذا نزولاً للوزارات الناشفة، ولا تدخل المزاد أو المساومة، بل تقدم تشريفاً. أما الاستثمارية التي تبلغ حسب تقديرات الآن 49 مليار دولار، فهي ملطشة، لدرجة تراكمت لدينا 7000 مشروع بين متلكئ ومندثر ومعطل، مطروحة الآن على الاستثمارية الثلاثية بإذن الله. ففي تقرير لهيئة الرقابة المالية في 27 من شهر كانون الأول عام 2019، يغطي فترة 9 أشهر الأولى من السنة من المبلغ المقصود الاستثمار البالغ 33 تريليون، صرفت منه فقط 9 تريليون و370 مليار دينار. السؤال المهم: أين ذهب فائض الميزانية البالغ مع العجز 23 مليار دولار؟ ولماذا لم تقدم الحسابات الختامية ولا ميزانية عام 2020 إلى الآن؟ هل ستلحق بأخواتها السابقات وتختفي؟ إلى مقال بعنوان المقاومة العراقية للكاتب وليد الراوي نشرته صحيفة الميثاق الوطني، يقول الكاتب: للمقاومة العراقية طبيعة وخصائص فريدة ونادرة، فهي مقاومة لا تشبهها مقاومة وطنية أخرى في التاريخ الحديث، مقارنة بالظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نشأت فيها كل أنواع المقاومة الوطنية، مقاومة انطلقت في ظل هيمنة القطب الأوحد الذي احتل العراق دون حق، وعبر تهم كاذبة تنصل منها لاحقا قادة الاحتلال ودعاته. ويضيف الكاتب: مقاومة وطنية سجلت عبر انطلاقتها كأسرع مقاومة عبر التاريخ، حيث تصدت للغزو الأطلسي بعد 3 أيام من إكمالهم صفحة الاحتلال الأخيرة. مقاومة وطنية لم تحظى بدعم إقليمي أو دولي إسلامي أو عربي، وكان الجميع مرعوبا من أمريكا وحلفائها، ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفا دعما لحق العراقيين في الدفاع عن بلدهم. كان الهدف الأساسي للمقاومة العراقية هو إفشال المشروع الإمبراطوري الأمريكي الذي أسسه اليمين الأمريكي المحافظون الجدد ومشروعهم فيما يسمى الشرق الأوسط الجديد. وعلى الرغم من الأساليب التي استخدمتها الإدارة الأمريكية وقواتها في العراق لإنهاء المقاومة العراقية أو الحد من تأثير فعالياتها، إلا أن المقاومة العراقية تحققت جزءا مهما من أهدافها على الصعيد الاستراتيجي، إذ نجحت في تفتيت التحالف الدولي الذي تشكل ونفذ عمليات غزو العراق، وذلك من خلال إجبار دول أساسية شاركت في العدوان كإسبانيا وإيطاليا على الانسحاب من العراق. كما أجبرت المقاومة العراقية الإدارة الأمريكية على جدولة انسحابها من العراق عبر انسحابها إلى القواعد أولا، ومن ثم قرارها بسحب القسم الأعظم من قواتها مع نهاية العام 2011. قال باحثان أمريكيان إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالردع، ويبدو أن النموذج الذي تتبعه لا يحقق الكثير لها في الآونة الأخيرة. وأوضح الجنرال الأمريكي المتقاعد جون ألين والباحث مايكل ميكلاويسك بمقال في موقع ناشونال انترست أن الصين وروسيا تمسكان بزمام المبادرة بسلوك عدواني يتراوح ما بين حرب المعلومات والغزو العسكري والاحتلال، فإما أن نظرية الردع خاطئة أو أن الغرب ينفذ الردع بصورة خاطئة. وأشار في المقال إلى أن أعداء الولايات المتحدة يبدو أنهم لا يخافون خطر الفشل في تحقيق أهدافهم أو الخوف من الانتقام، وخاصة روسيا والصين،
وكلتا الدولتين تمسكان بسلوك عدواني يتراوح ما بين حرب المعلومات أو اللجوء للغزو العسكري واحتلال دولة مجاورة. تحقيق روسيا أهدافها عبر غزو شبه جزيرة القرم بعملية مخطط لها جيدا وبتكاليف لا تذكر. وقام بوتين العام الماضي بحرب ضد أوكرانيا وهو لا يبالي بتهديدات الغرب، وعلى الطرف الآخر تقوم الصين بسرقة الملكية الغربية دون غوادة أو اعتذار طوال سنوات وبكلفة لا تذكر، فضلا عن تسليح الجزر المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتهديد الدول المجاورة وكل العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها لم تكن كافية لردعها. إن الردع يتطلب مصداقية، وهذا ما يفتقده الغرب بوجه عام والولايات المتحدة بوجه خاص، وأن عدم قدرة أمريكا والغرب على إظهار الإرادة والقدرة على الانتقام ستؤدي إلى أن يقوض أي ردع غير حقيقي الردع نفسه. قال صحيفة الجارديان البريطانية أن النزاع الجاري في السودان بين جنرالين ضد الشعب بعد أن انقلبا على عمر البشير ثم سياسيين وصعدا إلى السلطة. وأوضحت في تقرير لها أن الكثيرين خافوا من مواجهة بين الجنرالين، لكن انفجار العنف وانتشاره بهذه الصورة كان صادما ومخيفا، وكلا الرجلين لديه سجل قاتم في لعب دور قيادي في مكافحة التمرد في دارفور، حيث كان سلوك قوات الدعم السريع مشينا. وأشارت الصحيفة إلى النزاع الحالي بين الرجلين الذي اندلع بسبب خطط لدمج قوات حميتي في الجيش، وهي القوات التي رباها البشير من أجل أن تكون ثقلا موازيا لقوة الجيش. وجاءت الخطة ضمن اتفاق يعد بعودة الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021. وسط المعركة وجدت العائلات الخائفة نفسها عالقة في بيوتها بدون ماء أو كهرباء ونقص في المواد الغذائية، وتزداد حصيلة القتلى حيث ارتفعت من 180 إلى 270 شخصا في 4 أيام من القتال، وتتعرض المستشفيات لهجمات وتم قطع الخدمات الأساسية. وبعد مقتل 3 من العاملين فيه علق برنامج الغذاء العالمي مساعدته التي يحتاج إليها الناس. وبالإضافة للقلق على مصير السودان، هناك مخاوف من أن ينتشر العنف لدول الجوار من تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وأجزاء أخرى من المنطقة، ويجب أن يكون وقف العنف هو الخطوة الأولى بدعم دولي مستمر وموقف موحد من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. إن الشعب أصبح أكثر وعيا وتنظيما، وبات الكثيرون في القاعدة الشعبية يرون في الأيام الأخيرة دليلا على أن عملية سياسية يهيمن عليها أميرا حرب تظل فارغة ولن تؤدي إلى التقدم ولا الاستقرار. من المرجح أن يكون المنتصر في القتال الأخير بين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دجلو المعروف باسم حميتي هو المتحكم في السودان، في حين سيواجه الخاسر المنفى أو الاعتقال أو الموت. ومن الممكن أيضا اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد أو تقسيم الدولة العربية والإفريقية إلى إقطاعيات متناحرة، وفقا لوكالة أسوشيتد بريس التي نقلت عن أليكس ديوول الخبير في شؤون السودان في جامعة تافتس قوله هذا الأسبوع إن الصراع يجب أن ينظر إليه على أنه الجولة الأولى من حرب أهلية. الصراع إذا لم يتم إنهاؤه بسرعة سيصبح لعبة متعددة المستويات مع بعض الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها باستخدام الأموال وإمدادات الأسلحة وربما قواتها أو الوكلاء. وقال آلان بسويل من مجموعة الأزمات الدولية: ما يحدث في السودان لن يبقى في السودان، وحذر من تعرض تشاد وجنوب السودان لخطر التداعيات المحتملة للصراع في السودان، وقال: كلما طال أمد القتال كلما زاد احتمال حدوث تدخل خارجي كبير. وأوضح أن الجيش سيرغب في السيطرة على مناجم الذهب وطرق التهريب، وسترغب قوات الدعم السريع بقطع طرق النقل الرئيسة بما في ذلك الطريق من بورت سودان إلى الخرطوم. وفي الوقت نفسه فإن العدد الهائل من الوسطاء المحتملين بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر ودول الخليج وكتلة إيجاد يمكن أن يجعل من جهود السلام أكثر تعقيدا من الحرب نفسها.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى أخبار الصحف المصورة، حيث تستضيف بلدة سكاربورو الساحلية في شمال يوركشاير في بريطانيا معرضا للخيال العلمي، يتضمن حلقات نقاش وألعابا وكتبا مصورة وأكشاك بضائع وأزياء شخصيات للخيال العلمي. أصبح لباس البزان زياً مفصلاً أو مفضلاً لشباب قبائل الطوارق في مدن الجنوب الليبي لارتدائه في أيام الأعياد، رغم غلاء أسعاره واعتبار البعض له تراثاً غريباً على الثقافة المحلية. وقال شعيب موسى لوكالة الأناضول، وهو من سكان حي الطيوري في سبها، إن البزان انتقل من مجرد لبس فلكلوري إلى علامة تجارية رائدة في عالم الموضة، وذلك نتيجة تطور أنمطة الحياكة والتطريز، وأصبح علامة على الأناقة عند الشباب في العمق والساحل الإفريقي. أضاف موسى، الطلب المتزايد على لباس البزان جاء نتيجة تماشيه مع البيئة وطبيعة المناخ الصحراوي للمنطقة، وكذلك خفة وزنه وجمالية الأشكال المرسومة عليه، وبالأخص عندما يمتزج بالعمامة التقليدية. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مدينة جرف الصخر في العراق مهجرة ومغلقة منذ 8 سنوات، ويقتصر دخولها على الميليشيات فقط. ما القصة؟ منذ ما يقرب من 8 سنوات أغلقت مدينة جرف الصخر الواقعة شمالية محافظة بابل في العراق بقرار من فصائل مسلحة حليفة لإيران، التي تسلمتها منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها من داعش، كان ذلك في نهاية أكتوبر تشرين الأول عام 2014. ولم ينجح أي من مسؤولي الحكومات السابقة والحالية بالدخول إلى المدينة وتوضيح ما يحصل فعلاً. سكان المدينة البالغ عددهم نحو 180,000 نسمة لا يزالون مهجرين في مخيمات ومعسكرات نزوح. القوى السياسية العربية السنية صعدت أخيراً حملة المطالبة بإنهاء احتلال الميليشيات للمدن، من بينها وأبرزها جرف الصخر. وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو قالت في مقابلة تلفزيونية: كنت أتمنى أن أزورها، لكن لا أعتقد أن أحداً يقدر على دخولها. مصادر مقربة من جماعة كتائب حزب الله التي تسيطر على المدينة كشفت للعربي الجديد وجود ما لا يقل عن 20 مقراً رئيساً للفصائل المسلحة في جرف الصخر،
تتضمن مخازن السلاح الثقيل والمتوسط وورشاً ومصانع مختلفة، بينها للطائرات المسيرة، فضلاً عن مقرات إيواء لعناصر تلك الفصائل. وتطابقت إفادات لمصدرين مقربين من كتائب حزب الله حول طبيعة الأنشطة الحالية داخل المدينة المغلقة، التي تقول إن البلدة وضواحيها مقسمة على عدة فصائل تنتشر داخلها، كل فصيل يمتلك مخازن ومقرات وأنشطة خاصة به، لكنها تشارك جميعاً في ملف إبقاء إغلاق المدينة. وهناك سيطرة مركزية في هذا الإطار لكتائب حزب الله. تحول مبنى الناحية ومدرسة إعدادية قريبة إلى مقر ميليشيا عصائب أهل الحق، وفي جنوب المدينة مركز صيانة وتطوير بعض الأسلحة بما فيها طائرات مسيرة. مصدر آخر أكد أن منازل البلدة المدمرة انتزع حديد التسليح والنوافذ والأبواب منها ونقلت خارج المدينة، بينما الأخرى مهجورة أو اتخذت مقرات مبيت ومخازن أسلحة، وبساتين النخيل والحمضيات في جرف الصخر استغلت تجارياً من قبل تلك الفصائل. كذلك يوجد محاجر احتجاز وهي سجون خاصة بالميليشيات. أما عن أصوات الانفجارات وإطلاق النار بين وقت وآخر فسببه تدريب على الذخيرة الحية للعناصر الموجودة، ما يعني أن الميليشيات تمارس أنشطة عسكرية واقتصادية في مدينة جرف الصخر، وأهلها باقون في مخيمات التهجير والنزوح. نلقاكم بإذن الله.